السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للساينتفك كوميتي من الاورجنايزنج كوميتي للمؤتمر. انا تاني مره احضر معاكم. انا وليد احمد دياب، استاذ مساعد نيوكلير ميديسن جامعه اسيوط. تمام. محاضرتنا النهارده مقسومه جزئين، جزء عن الثايرويد وجزء عن الباراثايرويد. نبدا بالباراثايرويد ونكمل ورا الدكتوره اسماء. حاله الدكتوره اسماء شخصيتها على اساس انها هايبر باراثايرويديزم. تمام. هايبر باراثايرويديزم الدياجنوز بتاعها زي ما قالت لنا الدكتوره اسماء مع الباراثورمون والكالسيوم ليفل، دايما بتكون اسبابها يا اما سولوتري ادينوما، وده في معظم الحالات. تمام. ممكن تكون الباراثايرويد ديت 15 ل 20% ممكن يكون مالتيبل ادينوما او هايبربليزي. تمام. نادر جدا انها تكون باراثايرويد كانسر، وده 1% بس. الماجوريتي من الحالات بيكون سبوراديك، لكن في نسبه كبيره ممكن تكون فاميليال، وفاميليال زي ما اتفقنا على مان سندروم، مان اي ومان بي، مان مان 1 ومان 2 بي، مان 2 اي. تمام. ودول بيكون معاهم اذر مالجنس، بس ممكن الحاله تبدا تظهر بالشكل ده بس. الدكتوره اسماء كانت مش هتبعت حالتها جراحه لان الحاله عندها كانت نطفه. طيب، يبقى هيك مش تطلب مسح زري. المسح الزري جاست فور لوكاليزيشن. انا ما عنديش دياجنوز، انا مش هقدر اسارك في منطق الدياجنوز. الدياجنوز بباراثورمون، باراثورمون وكالسيوم ليفل. انا هقدر اشارك في اللوكاليزيشن لو كنا حاطين السيرجري في دماغنا. لو مش حاطين السيرجري في دماغنا يبقى احنا مش هنعمل مسح زري على الغده الدرقيه، الجار الدرقيه. ايمجينج نوت فور دياجنوز، دي الرساله المهمه جدا. نوت فور دياجنوز ما تطلبوش غير لو انت كنت ناوي تاخد العيان ده من ايده وتوديه للجراح. وليه؟ لانك عايز تعمل مينيمال سيرجري، فعايز تشيل بس الباراثايرويد. تمام. الايمجينج دونت ايدنتيفاي النورمال ثايرويد باراثايرويد. نورمال باراثايرويد حجمها صغير جدا، مش هنقدر نشوفها خالص باي ايمجينج. انا هنا كان قصدت في ان انا اقول ايمجينج لان احنا ما عندناش وسيله تشوف الباراثايرويد ايفر. لا سونار ولا سي تي ولا رنين ولا مسح ذري ولا بيت سي تي ولا كل الانواع الايمجينج المتوفره معانا، ما فيش فيها حاجه بتشوف الباراثايرويد. رساله من الاول للاخر ان الباراثايرويد سكان لو طلع نيجاتيف مش معنى كده ان الحاله دي مش هيبقى باراثايرويديزم، هي فيلد لوكاليزيشن. تمام. احنا مش لاقيين الحاجه الضايعه مننا، بس ده مش معناه انها مش ضايعه، ده معناه انها ما زالت ضايعه بس احنا مش لاقيينها. الوسائل بتاعه الايمجينج اللي هنعمل بيها لوكاليزيشن بس برضو، يا اما هتكون بالنيوكليير ميديسن تكنيك وهنحكي عنهم حالا. التراسونوجراف الحقيقه ما بيشوفش بشكل كافي، لكن بيشوف حاجه نديول ممكن تكون ثايرويد ممكن تكون باراثايرويد ويبدا يقربنا. الفور دايمنشن سي تي الفارس الجديد في الحدوته، بيستخدموا سي تي وذ كونتراست. تمام. وهنحكي عنه حالا. الام ار اي الحقيقه ملوش دور، ما بيقدرش يشوف الباراثايرويد، او بمعنى اصح ما بيقدرش يفرق الثايرويد عن الباراثايرويد تشو. الفور دي تمام على السريع، فارس جديد داخل عندنا، بدا يتكلموا عنه ان احنا هياخد تايم الايمجينج هيبقى قصير. هو بيعمل كونتراست ويصور ارتيريال وفينس ولي وقبل، وبعد كده ممكن يشوف سمول والاكتوبيك ليجن. تمام. الدروباكس بتاعته ان هو هاي راديشن اكسبوجر عندنا بمراحل. تاني حاجه ان هو ايدون كونتراست. الحاله اللي كانت مع الدكتوره كانت الاي جي اف ار بتاعها 25 وكان فيها رينال امبيرمنت، الكرياتينين بتاعها 1.1 و3. معنى كده ان جزء كبير من الحالات اللي هتكون هايبر باراثايرويديزم نتيجه للرينال امبيرمنت انا مش هقدر استخدم الفحص ده خالص. تمام. مش معقول احل له مشكله رينال امبيرمنت وادخله في مشكله رينال، احل له مشكله الباراثايرويد لوكاليزيشن وادخله في رينال امبيرمنت. فارس جديد لان احنا ما عندناش وسيله محدده نقول بيها بصوا ال 100% هيكون في الفحص ده. خش على الجزء بتاعنا الميبي سكان، تكنيشن ميبي سكان. ماده الميبي بتروح للثايرويد اند باراثايرويد، لكن الوش اوت بتاعها من الثايرويد اسرع من الوش اوت بتاعها من الباراثايرويد. فاحنا بناخد صور ايرلي وليت. في الصور الايرلي بنشوف ثايرويد اند باراثايرويد، في الليت بنشوف الباراثايرويد بس. تمام. الانطباع دوت فكره نظريه ممتازه تبدا نطبقها ونشوف. المشكله في فحصنا ان احنا 30% ممكن يطلع فولس نيجاتيف، واحنا هنحكي لسه عليه فولس نيجاتيف. ال 30% دول احد اسبابهم ايه؟ البريبريشن.
لو كان العيان بياخد اكتيف فيتامين دي محتاجين نوقفه، بياخد كالسيوم شانل بلوكر محتاجين نوقفه، كل الحاجات دي قبل الفحص عشان يطلع الفحص بتاعنا نعلي السنسيتيفيتي بتاعته، تمام. وكمان لو قدرنا نوقف الكالسيوم. طيب ايه المشاكل بتاعتنا؟ ان احنا ممكن تطلع فولس بوزيتيف لو كانت في ثايرويد نوديولز. ثايرويد نوديول ممكن الوش اوت منها بيبقى بطيء فتبان الثايرويد بوزيتيف، فده يبقى يدينا فولس بوزيتيف. ممكن تكون دي سيرفايكال ليمفادينول، سيرفايكال ليمفادينوباسي، تمام. ماده الميبي هي اساسا يونيفرسال تيومر ايمجينج، فلو في ثايرويد مالجنسي كمان هتشوفها بوزيتيف، تمام، وتدينا انطباع بوزيتيف طبعا براون تيومر، وده بيحصل اساسا مرحله الهايبر باراثايرويدزم. طيب الفولس نيجاتيف، وهي دي المشكله الرئيسيه، ان احنا كنا جايين فور لوكاليزيشن مش جايين فور دياجنوز. لو كانت سمول ليجن، لو كانت في الكميه الاكسوفيل سيلز قليله، الاكسوفيل سيلز هي اللي بتعلي الباراثورمون، عشان كده احنا ما بنعملش حاله هايبر باراثايرويدزم غير لما يكون باراثورمون عالي جدا، في الاغلب الدبل. لو كانت اقل من كده في الاغلب احنا بنطلع نيجاتيف، تمام، ان مفيش اكسوفيل سيلز اللي هتاخد ماده الميبي، تمام. لو في هايبر بلاستيك جلاند، او لو كان في سيستم ريزولوشن بتاعنا مش كويس فمش قادرين نشوف، وكمان في حالات البارابليزيا الاربعه شغالين فما عنديش صوره واضحه. على السريع كده نبص على كام صوره. صوره الحاله نيجاتيف، اول صوره دي الايرلي، وبعد كده الديليد، الصوره الاولانيه باين فيها ثايرويد، الصوره الثانيه مش باين فيها حاجه، مفيش اي لوكاليزيشن قدرنا نوصل له. الحاله الثانيه في عندنا ثايرويد، الاولانيه صوره ايرلي والثانيه صوره ديليد، في لوكاليزيشن لليجن، الليجن ده لور ليفت، تمام، ادينوما. احنا طبعا التصوير ده كله انتيريور. طيب احنا كده كفايه عن الجراح؟ لا، طب احنا ممكن نساعده اكتر، نعمل له صور سبيكت سي تي. سبيكت سي تي بتحدد مكان بالظبط اللي هيقدر يخش فيه ويشيلها، يعمل مينيمال كات، يفتح جراحه صغيره جدا، شيل برا ثايرويد، العمليه خلصت. لا العيان ده هايبو ثايرويد ولا هايبو كايسيميا ولا بيك سيرجري ولا مكان جراحه ولا حاجه، هنحدد له مكانها بالسي تي ويبقى شايف مكانه بالظبط هو داخل فين. طبعا الفارق هنا عن الصور السي تي العاديه ان الليجن بتاعنا منور، فاحنا قايدين نقول له المكان. طيب احنا عندنا مشكله ثانيه، ان ساعات البارا ثايرويد تكون 2، ودي نادره جدا، نادر يبقى في 2 هم هايبر بارا ثايرويدزم في 2 بارا ثايرويد. لكن في مشكله ان ساعات يبقى اكتوبك. طيب احنا ساعات بنصور شيست اكتوبك، يعني الجراح هيفتح مش هيلاقيها، او هيشيل بارا ثايرويد، هو هيشيل بارا ثايرويد مش شايفها، هي ممكن تكون في الشيست. طب هي كده في الشيست ريتروسترنال، نعمل سبيكت سي تي ونشوف، نلاقيها انها ريتروسترنال، يبقى كده هنقول له ان انت مش هتفتح سيرفايكال، انت هتفتح ريتروسترنال لو كنت ناوي تشيلها، تمام. وكده برضو وضحنا له بدل ما يفتح ويشيل ويقول ما طلعش حاجه. ده الجزء اللي كنا بنتكلم عليه الباراثايرويد. نفكركم ان الباراثايرويد فور باراثايرويد سكان فور لوكاليزيشن نوت فور دايجنوز، تمام. بالنسبه للثايرويد سكان، الرول بتاعنا في الثايرويد سكان استخدم في حاجات كتير من حاجات الثايرويد كونديشن. الفكره كلها ان ماده التكنيشيم بتتعامل الجسم، الثايرويد عامه بتاخد الايودين اللي في موجود في ملح الطعام، وده الايودين ده اللي هو اللي بيسموه ايودين 127. الايودين 127 ده بيخش ابتكت في الثايرويد انترابد جوه، وجوه يحصل له اورجانيفيكيشن، ومن الاورجانيفيكيشن اللي جوه دي يتكون منه تي 3 وتي 4 اللي هو كان بيبدا بمونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين. يعني الايودين هنا هو داخل في التركيبه الاساسيه للهرمونات بتاعت الثايرويد. التكنيشن بيتعامل جوه الجسم كانه ايودين، يخش جوه الثايرويد بالانتراب لكن ما يكملش اورجانيفيكيشن، فيبقى انتراب جوه الثايرويد فيكفيني اشوفها. معنى الانترابمنت ده ان هو يكون دي فانكشننج بارت من الثايرويد مش نون فانكشن. عشان كده هو احنا بنستخدمها في الكلينيكال انديكيشن دول، يا اما اسسمنت للثايرويد نوديول وحاله نتكلم عنها، يا اما ديفرنشيت الهايبر في حالات اللي بيكون فيها تي اس اتش لو والتي سي تي فور عاليين، نفرق الثايرويدايتس من الثايروتوكسكوزز، يا اما في اسسمنت الكرنت توكسيك جويتر، ودي خصوصا بعد السيرجري، تمام، او يكون في ايفالويشن كونجنتال هايبو ثايرويدزم، تمام،
دول معظم الانديكيشنز بتاعتنا في حالات او طبعا لو كنا ناويين ندي جرعه ايدين يبقى لازم نعمل سيرود سكان الاول قبل ما ندي جرعه ايدين عشان نحدد الدوز. الالجوريزمز العظيمه اللي هنشوفها مع كل الناس عن حالات الثايرويد نوديول، احنا ما بنشتغلش غير على الجانب ده بقى، هو ده الجانب اللي يخصنا من اللعبه. كل الجانب اللي فات اللي هو فيها نورمال تي اس اتش وإليفيتد تي اس اتش ده ما يخصناش، ما نقدرش ان احنا نشتغل فيه. احنا بنشتغل في الجزء بتاع اللو هنا، هون في حالات اللو تي اس اتش يعني الحاله ديت توكسيك مع ثايرويد نوديول، كل كلامنا عنها ان هي ممكن تكون اوتونوموس نوديول. الاوتونوموس نوديول نسبه الماليجنس بتاعتها اقل من 1%، يعني انا كده طلعت من فكره ان حالا ده ماليجننت ولا نوت ماليجننت، تمام. والحقيقه الحاله اللي هتكون فيها ثايرويد نوديول والتي اس اتش بتاعها لو هنبقى مبسوطين جدا وسعداء ان احنا كده ممكن يكون اوتونوموس نوديول. طيب لو احنا عملنا ثايرويد سكان هيبقى اما كولد اما هوت، لو كولد يبقى ده هنحتاج فايل نيدل ونمشي في السكه بتاعته العاديه، لو كانت هوت يبقى احنا ممكن نقول ده اوتونوموس نوديول، تمام. ودول الصور بتاعتنا لو كانوا كولد، لو كانت وورم، لو كانت هوت، اللي احنا بنتمناه في العيانين يطلعوا هوت، وهوت دي ساعتها يبقى اوتونوموس نوديول او على الاقل هوت نوديول وفلو مالجننت بوتنشال، كده احنا ممكن نحكي على انها تاخد ريدكتف اودين او تعمل سيرجري، تمام. وكده الدياجنوز خلص عند النقطه دي اوتونوموس نوديول، تمام. حالات جريفز ديزيز، تمام، الثايرويد بتاخد ابتيك عالي جدا وبيساعدنا فيها في بعض الحالات ان يبان بيراميدال لوب. بيراميدال لوب اللي هو ده الجانب ده، البيراميدال لوب ده معناه بسجنوميكلي الجريفز ديزيز. هنا هوت المشكله بتاعتنا ان حالات الثايرويدايتس في حاله الديكارفان الثايرويد ما بتبانش خالص، الصوره الاولانيه بعد 6 شهور الثايرويد بترجع زي ما يكون في مكانها، زي ما يكون احنا كنا اخفينا الصوره، تمام. والثايرويدايتس الخلايا بتتكسر، فلما بتتكسر ما بتاخدش تكنيشن، مش كده ما بتظهر عندنا نيجاتيف. دي نقطة مهمة في الشغل بتاعنا، لما تيجي تعمل بريبريشن، لما تيجي تبعت العيان بتاع حالة الثايرويد تعمل له ثايرويد سكان، المفروض تكون مخلي بالنا من ايه؟ خلينا بالنا ان هو بيكون لو بياخد اميدارون او كوردارون او مجموعة ديت، دي بتعمل كونتر اندكيشن معانا، بتعمل انتر اكشن معانا، فمحتاج نوقفها لثلاثة لستة مانس. انتر فينس كونتراست، ودي بتحصل كتير جدا ان هو يكون كان ناوي يخش على سيرجري والكلام زي كده، فبياخد سي تي وز كونتراست، سي تي كونتراست هنا سي تي بس بتاع الجادولينيوم لا، الايودين كونتيننج ميديكيشن وده كتير خالص، الايودين سوليوشن ليجوز ايودين الحقيقه ان هو قليل دلوقتي استخدامه لكن في بعض الناس بتستخدمه، تمام. والثايرويد ميديكيشن هي دي النقطه اللي بنحب ناكد عليها، المجموعات اللي بتاخد تي 4 ايا كان نوعه، تي 4 التروكسين او اسيروكس او تي 4 سرايو، كلها بنوقف هنا لاربع اسابيع اذا كان بياخد انتي ثايرويد دراجز، وهي دي القضيه كلها، اذا كان بياخد كربمازول او ثايروسيد بنوقف ما بين 3 و7 ايام. الحقيقه ان ما فيش تقريبا اي انديكيشن ان هنعمل عيان ثايرويد سكان وهو بياخد التروكسين، هايبوثايرويديزم احنا مش لناش فيها اي دور، تمام. دي الصور بتاعتنا لو كان العيان ده بياخد تي 4 بياخد اميدرون، تمام. وديت في حالات الكونتراست ميديا، الكونتراست بتعمل بلوك للثايرويد لانها فيها ستيبل ايودين فبتعمل بلوك للثايرويد. المشكله ان احنا ما نقدرش نقول البلوك ده وقته قد ايه، وما نقدرش نقول هو نسبته قد ايه. الصور الثلاثه دول ثلاث عينين مختلفين، كل واحد فيهم واخد ديجري من البلوك، مش هتقدر تقول انت البلوك ده كتير ولا قليل، تمام. وده اللي بياخد تي 4 بعد السيرجري. هنا هو في حالات الكانسر ثايرويد لما بنكون بنشوف الريزيدوال بس بعد العمليه. في حالات الكونجنتال هايبوثايرويديزم هي كلمتين، احنا عندنا ثلاث اسباب للكونجنتال هايبوثايرويديزم، يا اما اجينيسيس يا اما اكتوبيك يا اما ديسفانكشننج، تمام. هنا بيبان الفارق بين التكنيشيوم وبين الايودين بالذات في الحاله الديس هرمونوجينيسيس. في حاله الاجينيسيس احنا ما بنشوفش الثايرويد، فيبقى السؤال انت ما شفتش الثايرويد في مكانها، ثانك يو، دي ممكن تعمل بالسونار. طب ما انت في اكتوبيك ولا لا؟ تمام، الاكتوبيك عامه ما بتفرز، بس احنا بندور على مكانها لها، ممكن تكبر بعد كده في المستقبل. هنا احنا ممكن نستمر في التشخيص. بالنسبه للديس هرمونوجينيسيس لو استخدمنا التكنيشيوم هنشوف ثايرويد في مكانها، لو استخدمنا الايودين هتطلع نيجاتيف لانها ما فيش اورجانيفيكيشن، ده جاست انترابمنت بس، تمام. ثانك يو.